السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا جديد فيديو جديد من ان شاء الله تكونوا غاية الغاية والصحة مليحة والمورال طوب دي طوب. نهار جديد كما قلت لكم شيلات فيديو تعليم غادي يجيكم شوية يوصلكم شوية الروطال. راكو عارفين وحدة ميت تروح لدارهم شوية تتكاسل ولا ماشي كما تكوني في الدار وتكوني وقتك منظم وكل شيء. الو غادي نديكم لدارنا، غادي نديكم روتين خفيف ظريف. دوك تشوفوا معايا شادرت شادرنا ولا شادرت انا في دارنا. الو غادي نبارطاجي معكم كل شيء. قبل ما نروحوا للفيديو نتاعنا نقول لكم ما تنسونيش تدعموني بهذاك الجيم، لانه فريمون تدعموني به باش الفيديو تاعي يطلع شويه. ونقول لكم تاني اللي دخلوا معنا جدد مرحبا بكم، الف مرحبا، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، ضغطوا على هذاك الجرس الاحمر وتدخل تضغطوا تاني على جرس اللي فيه زوج شرطات بجهه، هذه هي تفعيل الجرس. ونبدو على بركه الله. تشوفوا الحال كيفاش كان في نهار السبت هذه، كنت رايحه لدانا الوغ صورت لكم شويه الطريق، شفتوا الحال كيفاش كان، كانت نوي وهذيك الرقيقه. ومن بعد طلعت كما نقولوا حنايا طلع بالصحت شويه. الحال الصيف مازال ما حماش مليح مليح مليح، ولكن اليوم الحد راه صافا، راه الحمان شويه عودت الحال احمى، ما مازال ما بديناش التبحر رانا عاده كي قال لك نوجدوا له. الوغ هنايا كما راكم تشوفوا شيتي متي طاقت، ما درتش مداري حقيقه، مداري ما نمشيش من برا، مداري ندير حاجه في الدار، مسكوتش ولا ندير كيك ولا ندير اي حاجه ولا ندير مسمن ولا نبس اي حاجه، المهم تاع الدار ونديها معايا. ولكن هاد الخطره ما لحقنيش الوقت. الوغ شيتي متي طاقت كما راكم تشوفوا فيها شوكولا، كاع نبغوا حنايا اسره ولا عائله من محبي الشوكولا. هذه الحشيه تاع السبت من وصلت عندهم، الو قطعناها ودرنا عليها شويه تاع الجو كلاوها كليناها كما راكم تشوفوا، كانت مليحه يعني طاحت مليحه، شاولا شويه فيها لا كريم فيها شويه لا كريم بزياده. هنايا كما راكم تشوفوا انا صورت لكم مقتطفات من وصلت هذه لدارنا. غادي نحطوها كيما قلت لكم، حطيتها لهم بالجو شربناها. وهنايا النهار الاخر الصباح في الليل ما صورت لكم الشيات، ام تاعي ربي يخليها ويحفظها ويعطيها صحتها، دارت لنا طاجين الزيتون راكم عارفين وشويه سلطه ودلاع وكلشي الاكلات الصيفيه ولا اكلات تاعنا التقليديه. الوغ هنايا صبحت لها على الكوزينه، نقيت دوك المواعين الله الله، ومن بعد درت لا كويزينيغ تاعها، بغيت نحكها لها كيما قال لك الواحد بالطبع بالشين والطبع. الوغ قلعت غادي نقلع كاع هادوك كيما راكم تشوفوا بهذيك الحبيله تاع السلك، انا نخدم بها في الدار، ام تاعي تاني تخدم بها. فريمون فريمون براتيك. هنايا ام تاعي راه دير الطاجين فوق بوس بوس ماش بلاصياته، الوغ انا نديرو الطاجين فوق الكوزينه، قلت لها غادي تخسر لك لاكوزينيا سينو شي هذيك الحديده اللي تندار فوق الشبكه تاع لاكوزينيا. راكو ديجا شايفين الشيات هذيك، تخلي الكوزينيا تاعك ما تخسرش. والالومنيوم ما بغاتش الام تاعي دير الومنيوم، قالت لك لا تخسر لي لاكوزينيا غير ما ديرهاش. بصح قلت لها امك واش شتي هذيك الشبكه درتيها من فوق باش ما تخسرلكش. هنايا راني نضحك ونحك، ما قلت لها ماشي مسخه بزاف كما كنت شوف، غير حكه خفيفه وما درت لها حتى الاولى كنت باغي نشري كسمو هذاك اكسبريس صراحه لي. المهم هذاك تاع اللي نقوا به الكويزينيغ، ولكن عاودت مي شفتها نقيم شي حاجه كبيره غير حكه كما كتشوفوا بالايزيس ولات تشعل وتبرق. هنا غادي نبها حكه خفيفه كما كتشوفوا، قلعت هذوك ثاني الكيزان دوك الصغار ثاني باش نحكهم ونغسلهم. نقيت لها، انا ديجا كنت ما كنتش دايره باش نصور معكم، ديجا بديت نقيت فريجيدير تنقي الله الله بالايزيس وبالخل وكلشي، نقيتها غايه الغايه. وعارفين في جدر ماش نقوه بالكسمو بالجافيل باسكو من بعد بالمطول يولي لكم الصفوريه. هنا بعد ما نقيته ومسحته ونشفوا لي هنا راني بلاصي فيهم كما راكم تشوفوا، غادي نبلاصيهم نباسي الشبكه تاعنا باش نديرو الفطور تاعنا. ولكن الفطور تاعنا حقا ما مسحقيتش الكويزينيغ من فوق، درناه في الفوغ دوك تشوفوا واش فطرنا. انا كما راكم تشوفوا فيه غير بالايزيس ولا يبرق شاولا، ما تخليش حتى دوك كما نقولوا حنايا لي دام كلشي يشد لك في لاكويزينيغ تاعك اللي دائما كيما الام تاعي مره على مره ضرب لها حكه خفيفه، الوغ دائما قعدت لها جديده. كما نقولوا ما تخليهاش تندبغ ولا تخلي لاطاش تقعد لها حتى من بعد ما تبغيش تنغسل لها. هنايا ما كملتها راكو تشوفوا فيها، ونقيت
هذوك الشباك التواحات هنايا. بوغ لانستون راه سلقت لها الكوزينه، خرجت لها مليحه. نورمالمون جايون لا مارك جايون هنايا، هذه هي اللي فيكم فيها كيفاش نقيتها لها كملتها. ومن بعد رحت للبوطاجي جبت هذه على زيبيس نقيتها، انا كملتها راني نضربها غير في مسحه خفيفه في التاليه وباش نبلاصيها. وحكيت ثاني البوطاجي كاع تاع الصوالح تاع هذوك البقالات وكل شيء خويتهم وغسلتهم، ما صورت لكمش بزاف باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وهنايا راني نضرب فيها مسحه الفايونس بالجافير. الله الله، سورتو سورتو اكدوا لي على ريحه الجافير، انا اختكم ما نقدش نقي ولا ما نغسلش حاجه بلا جافير. هنايا راني نمسح في البوطاجي تاعي بعد ما كملت، وغادي نرد الصوالح نشفو ونردهم كاع على بلايصهم. ديجا كنت بارطاجيت معكم هذا البوطاجي من خدمته من قبل كما راكم تشوفوا هنايا، راني كملت لها نقيتها من الفوق حتى للتحت. انا غادي نرد لها صوالحها صوالح حياتها في بلايصهم، ونروحو نديرو الفطور تاعنا. الفطور تاعنا كان كارنتي كدرتهم بلا تاع كازيكا في الكوشه. انايا هذا هو البلا تاعي راه واجد، ولكن كوزيني تاعها ما طيبش كيما الكوشه تاع الحديد. انا عندي كوشه تاع الحديد دارتها في دارتها على برا، ولكن هي طيب في الكوزينير الوغ طيابها ما يجيش كيما سورتو كارنتي كاع الصوالح يبغوا النار قاويه. الوغ هنايا الطياب تاعها والتحميره تاعها ماشي كيما تاع الكوشه تاع برا. انا نفضل الكوشه تاع برا في هاد الصوالح تاع كارنتي تاع المعجنات تاع الكعك وتاع الصوالح، جو بريفير صح. هادو تاع الكوزينير ملاح لل كيما راكم تشوفوا الشيرات هادي مور العصر، مور العصر قبل العصر. الوغ نوت باش ندير لهم شويه تعطير اختكم دائما دائما صايره كوالفتوني في الكوزينه ومع العجين. واعتمدت الشيء تعتمد غادي نعتمد ان شاء الله. دوك نشوفوا الفرينه تاعها كي دايره تاع هاد لامارك موله. دوك غادي نسيها ندير بها فيها ندير بها شويه تاع الفطيره ونشوفوا كي تجي لاباط تاعها كي دايره النوعيه تاع الفرينه نتاعهم تاع السميد تاعهم. ديجا اللي جربتها قلت لكم كيفاش دايره، ودوك نجربوا ثاني تاع السميد نتاعهم. الوغ غادي نحلوها ونشوفوها كيفاش دايره. يا هذا راه كنت قايلو ديرو لاسيس شيت عافية الصيف لي كنا نقيلو الصغار، مو دروك الصغار تاع دروك ماهمش كيما تاع بكري. بكري كنا نقيلو كنا نخافو كنا دروك ماهم لا يخافو لا يقيلو. قلت خلي لي التلفزيون ولا خلي لي الميكرو تاع يلعب جو ولا راه كيما هاكا. ولكن انا معايا من يتلاقو ستفهم فرشلهم ايا والركيت مع الحشيه راها طويله كلشي الواحد يشدهم يقيلو شويه. الملح تاعنا ديرو الملح تاعنا نخلطو بالزيت رغم عدم مناضوش غادي ياكل تصبو في السكاسه كورونا لايتين كاع ما نديرش الهضره ما نهضرش معاكم اون ديريكت. تخيبي تاعي كل من جلد دارنا ننسيه ما نجيبهش. الوغ بنتي راها شدت لي قيلت وراها تسمعايا راها شدت التليفون. الوغ هنايا غادي نكمل كيما هاكا. غادي نلم العجين تاعي بيان سيغ بالماء نعجنه شوية. ندير الطاجين تاعنا فوق النار لاتاي مانيش عارفة عندها لاتاي هنا ولا ما عندهاش دوك نشوف. لقيت لاتاي نديرهم لاتاي سينو نديرو قهوة صاي مهم نتقهوى قهوة العصر. وهنايا راني نطيب الخبيزة تاعي تاع المطلوع تاع المطلوع تاع الفطيره كيما راكم تشوفوا. واحد الفرينه واحد الفرينه شيرات هاكا عارفين تاع لابوا تاع 1 كيلو كاع الانواع تجي شابه. ولكن غادي نجرب مش عارفه لا يبيعوا تاع ماما تاع 10 كاين بصح تاع 25 ما على باليش لا يبيعوا خدموا تاع 25 باسكو راك عارفين لي نبغي نشي تاع 25. ولكن دوك نشوف اسكو لا عندهم تاع 25 ولا ما عندهمش. هنايا غادي نوريك راكم عارفين المواعين تاع تاع الام تاع الدار كبيره وكل شيء. سمحوا لنا على الوريق لها في حاله الوغ انا راني نوريك فيه. درت الطاجي تاعي فوق النار وغادي نبداو نطيبوا في الخبيزات نتاعنا. هاي الخبزه تاعي راه واجده غادي نديها نحطها فوق الطاجين ونطيبها نحمرها ديك التحميره الشابه وغادي نرافقها اكيد اكيد بلاتاي ونعناع في الصيف هذا ما يليق. وراني خرجت هنايا بدرتها الطياب وخرجت نقيت هذاك الحوش الله الله بردته وباش نفرشوا فيه ونجمعوا نتأتوا. هنا كيما كتشوفوا راني طيب في الفطيره تاعي
ونجي الفرشيطه تاعنا نثقبوها باش تدخلها يدخلها الطياب لداخل. انا ما دايما تقولي ملي تجي انت في الكوزينه، انا نبغي حاجه اسمها طياب. كوزينه غير عطوها لي وخلوني ندبر راسي فيها. انا نبدا نطيب، راني نكمل نطيب خبيزات نتاعي دوك نوريهم لكم كيفاش جاوني. شوفوا يجوا ما شاء الله. شفارينا تاني قلت لكم نوعيه شابه بالبزاف عجبتني انايا. انا غادي نطيب الخبزه تاعي ونطيبو تاني الخبزه تاعنا الثانيه ونوجدو كيما قلت لكم لاتاي تاعنا. تشوفوا الشكل تاعها، جدات هذاك اللون الذهبي الشباب تاع الفطيره تاعنا ودرتها شويه غليظه، ما رقاكتهاش بزاف. كاين اللي يبغي الفطيره رقيقه، ولكن انا خليتها خدمتها شويه غليظه. ها هي الفطيره تاعي راه واجده، ولا تاي تاعنا راه واجد. هذه هي القاعده تاعنا، وما بقى لي غير نقول لكم هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم بارطاج تاعي من دارنا. راه ما بقى لي غير نقول لكم تهلوا في رواحكم، تهلوا في صحتكم، وتهلوا في اهلكم، تهلوا في مميتكم الا كانت كاينه. ربي خليهم لكم ويحفظهم، واللي ماتوا ربي يرحمهم. هنايا راني نفرغ في لاتين تاعي، الله الله مشحر. ونتاتوا ان شاء الله ونتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلوا في رواحكم وبيوتكم، تهلوا في صحتكم، احبكم في الله، والسلام عليكم.